انا في الساحة واقف لوحدي، وانت وصحابك ليا الوصيل. بيعمل ايه ده؟ انا جمهوري واقف في ظهري نمبر وان، وانت ايه ده؟ ميوزيكلي ميوزيكلي، حضرتك بتعمل ايه لو سمحت؟ ممكن بس تقول لنا على الكاميرا؟ لا لو سمحت احنا بنصور. حضرتك بتصورني ليه؟ ما ايه الميوزيك اللي انت بتعمله ده؟ انا عايز افهم بس يعني ايه ميوزيك. حضرتك ده ميوزيك لي بتاع محمد رمضان، يعني اللي هو ايه بقى؟ مش الدنيا اللي هو انا في الساحه. خلاص ايه بقى؟ ايه بقى بتعمل ايه بالميوزيك لي؟ انا في الساحه واقف لوحدي. طب انت جبت كام مشاهده؟ جبت كام مشاهده على الميوزيك لي اللي انت عملته ده؟ كام مشاهده؟ انا بنزله على البرنامج الميوزيك لي، بيجيب كتير قوي، وفي ناس كتير قوي بتنزله يعني. بجد بجد والله والله. انت ممكن تجيب كام يعني؟ ميوزيك لي عادي. ميوزيكلي؟ لا يا عم، ايه ده يا عم؟ مش عايز ادمان الميوزيكلي ده. لا يا عم، ايه القرف ده؟ ايه القرف يا عم؟ طب تعرف بس تعرف لو جربت والله بقى ادمان، ده جامد قوي اقسم بالله. طب ايش يا اسطى؟ انا بكره احتمال. طب ايش يا اسطى؟ انا عامل ميوزيكلي معاك. طب يلا اقول لك على حاجه، انا بطني بتضحك، انا بطني بتضحك، انا بطني بتضحك. طيب اقول لك على حاجه، انا بطني بتضحك. ايه ده يا كابتن؟ مش انا كنت لسه جاي لك من شويه وقلت تقول لي اسبوع يا عم افسع، خلص بس الميوزيك ده وكلمني. ايه ده؟ في ايه؟ حول الله. طب ايه ده؟ ده ايه اللعبه دي؟ عايز العبها. طب بقول لك يا كابتن، طب ايه ده؟ ازاي انت لحقت ادمنت؟ شوف ساحر انت لحقت ادمنت؟ انت لحقت ادمنت الميوزيكلي؟ انت كنت قايل لي من شويه الميوزيكلي ده العيش يا ابني. الميوزيكلي ده العيش. الميوزيكلي ده تعبان ومش تعمل ميوزيكلي. بكره افتكر بص، بس لا يا عم الميوزيكلي ده جامد برضه. يلا انا ايه ده؟ في ايه؟ واقف لوحدي يا عم. كفايه ميوزيكلي بقى، بطلتني بقى كفايه ميوزيكلي بقى يا عم.